هدية اليوم. صباح الهدايا، صباح الهدايا التي تحقق هذه الإضافة ليومنا. هذا ما نتمنى بالفعل، أن تكون هدايانا كذلك. وهديتنا اليوم تقول: كان يا مكان. كان هناك سجين محكوم عليه بالإعدام، وكان اليوم التالي هو يوم تنفيذ الحكم. مساء زاره الملك وقال له: أيها السجين، إن في زنزانتك سبيل للهرب، ابحث عنه، وإن وجدته اهرب وسيسقط عنك الحكم. فرح السجين لأنه رأى بصيص أمل لنجاته من حكم الإعدام. تحمس للبحث عن هذا المنقذ، بحث عن نوافذ، أنفاق، أمضى ساعات وساعات في الحفر والبحث، ولم يستسلم، يحفر ويحفر ويحفر علّه يجد منفذا. يجول ويجول في زنزانته علّه يجد نافذة أو منفذا للهروب، إلى أن طلع الصباح ولم يجد المخرج. حان وقت تنفيذ الحكم، وإذا بالملك قادما له قائلا له: هل وجدت المخرج؟ رد السجين: أمضيت ليلي كله أحفر وأبحث وأجول ولم أجد شيئا فاستسلمت. وإذا بالملك يرد عليه قائلا: أيها الغبي، إن باب الزنزانة كان مفتوحا طوال الليل، غير أنك لم تنتبه، والآن سر لتنفيذ الحكم. أيها الأحبة، الناس دائما يبحثون عن أصعب الطرق لحل مشاكلهم، بدلا من أن يبسطوها يزيدونها تعقيدا، في حين أن الحلول قد تكون أمام أعينهم ولا يفكرون فيها أو ينتبهون لها. وما زال لدينا في هدية اليوم: كان يا مكان. كان هناك فلاح أرسل في زيارة إلى منزل رجل نبيل. استقبله الرجل ودعاه إلى مكتبه وقدم له طبقا من الحساء. وحالما بدأ الفلاح تناول طعامه، لاحظ وجود أفعى صغيرة في صحنه، وحتى لا يزعج النبيل اضطر لتناول الحساء بالكامل. بعد أيام شعر بألم كبير، مما اضطره للعودة إلى منزل الرجل النبيل من أجل الدواء. استدعاه مرة أخرى إلى مكتبه وجهز له الدواء وقدمه له في كوب. وما إن بدأ الفلاح بتناول الدواء حتى وجد مرة أخرى أفعى صغيرة في كوبه. قرر هذه المرة ألا يصمت، وصاح بصوت عالي أن مرضه في المرة السابقة كان بسبب هذه الأفعى. ضحك السيد هنا الرجل النبيل بصوت عالي وأشار إلى السقف حيث علق قوس كبير، وقال للفلاح: إنك ترى في صحنك انعكاس هذا القوس وليس أفعى. في الواقع لا توجد أفعى حقيقية. نظر الفلاح مرة أخرى إلى كوبه
وتأكد أنه لا وجود لأي أفعى، بل هناك انعكاس بسيط، وغادر منزل الرجل دون أن يشرب الدواء وتعافى في اليوم التالي. أيها الأحبة، عندما نتقبل وجهات النظر وبعض التأكيدات المحددة عن أنفسنا وعن العالم المحيط، فإننا نبتلع خيال الأفعى. ستبقى هذه الأفعى الخيالية حقيقة ما دمنا لم نتأكد من العكس، ما إن يبدأ العقل الباطن بتقبل فكرة أو معتقد سواء كان صائبا أو لا، حتى يبدأ باستنباط الأفكار الداعمة لهذا المعتقد. قصتنا الأخيرة في هدية اليوم تقول: كان يا مكان. طلبت المعلمة من كل طفل أن يحضر كيس به عدد من ثمار البطاطس، وعليه أن يطلق على كل ثمرة بطاطس اسم شخص يكرهه. في اليوم الموعود أحضر كل طفل كيس وبطاطس مرسومة بأسماء الأشخاص الذين يكرهونهم. العجيب أن بعضهم حصل على ثمرة واحدة من البطاطس، وآخرين ثلاث، وآخرين أربعة وخمسة، وهكذا. عندئذ أخبرتهم المدرسة بشروط اللعبة، وهي أن يحمل كل طفل كيس البطاطس معه أينما ذهب لمدة أسبوع واحد فقط. بمرور الأيام أحس الأطفال برائحة كريهة تخرج من كيس البطاطا، وبذلك عليهم تحمل الرائحة وثقل الكيس أيضا. وطبعا كلما كان عدد البطاطس أكثر فالرائحة تكون أكثر والكيس يكون أثقل. بعد مرور أسبوع فرح الأطفال لأن اللعبة انتهت. سألتهم المعلمة عن شعورهم وإحساسهم أثناء حمل كيس البطاطس لمدة أسبوع، فبدأ الأطفال يشكون من المصاعب التي واجهتهم أثناء حمل الكيس الثقيل ذو الرائحة النتنة أينما ذهبوا. بعد ذلك بدأت المعلمة تشرح لهم المغزى من هذه اللعبة، فقالت: هذا الوضع هو بالضبط ما تحمله من كراهية لشخص ما في قلبك، فالكراهية ستلوث قلبك وتجعلك تحمل الكراهية معك أينما ذهبت. فإذا لم تستطيع تحمل رائحة البطاطس لمدة أسبوع، فهل تتخيلون ما تحملونه في قلوبكم من كراهية طوال أعماركم؟ ما أجمل أن نعيش هذه الحياة القصيرة بالحب والمسامحة للآخرين وقبولهم كما هم عليه.